والله يا ابو عبد العزيز تفضل. ترى ودنا دائما يطربنا ويتحفنا. اي لا شك لا شك. احنا لانه احنا في قصص. انا ودي بس على موضوع النقطه، لان ترى هذه تذكرك بقصص ثانيه. طبعا التعامل مع الزوجه يا اخوان، الانسان هذه الزوجه تحتاج الى انك تصبر عليها. ولما تشوف قصه عمر رضي الله عنه معروفه، في قصص كثيره من عظماء التاريخ، لكن تلقى فيه كانت مشاكل ذا، لكنهم كانوا من كبر عقلهم وقدرتهم على التعامل. فأحد طبعا هذه قصة طريفة، أنا طبعا ما أحب أقول الأسماء، يجيك واحد بكرة يقول لا مو هو فلان لا فلان. أي نعم. فأريح نفسي أقول بدون اسم، أقول أحد العلماء، طبعا ليس عالم دين لكن عالم يبدو من العلماء المبتكرين والمخترعين، يقول كان جالس يشرح للطلاب عنده، جايينه طلاب في بيته، فكانت زوجة تصرخ عليه تصرخ عليه تصرخ عليه، ثم بعد ذلك لما شافت ما رد عليه جاءت وامطرته بال امطرته عرفته امطرته شو اسمه رشته فقالوا يقول للطلاب سبحان الله رعد رعود ثم امطرت. جاء القصة أن على الموضوع هذا. يسلم يا أبو الوليد. أبو الوليد أبو الوليد. أوه الوليد بن خالد، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والوليد اسمه أبو خالد. إيه. ها؟